دولي الصور يا ماما ذكرياتي وحياتي كلياتها. أول مرة بنطلع بالطيارة ما لسه ولا مرة. أنا كتير 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 خايفاني من هالموقف، من غير شر أبو فراس مريض، إنه كيف بده يطلع، كيف بده إنه إن شاء الله ما يتعب. هو الإجازة المضبوطة على السفرة كنا نحلم فيها حلم، والحمد لله تحقق هالشيء. نحن مبسوطين من قلبنا، يعني الدموع اللي نزلت منه من الفرح ومنه على صحباتنا. رحنا جاية استراليا مشان الاولاد يتعلموا ويشوفوا هالبلد العظيم.